شكرا. قائمة الدول التي تدعم جبهة البوليزاريو في حق تقرير مصيرها طويلة وعريضة، من جنوب من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، حتى أن جبهة البوليزاريو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي مثلها مثل العديد من الدول. الآن السؤال، لماذا في كل خطاباتكم وتدخلاتكم تتهمون الجزائر، حتى أنه اليوم في مداخلتكم ذكرتم الجزائر أكثر من ذكر جبهة البوليزاريو التي هي الطرف الآخر الأساسي؟ لماذا تخصيص اتهامات الجزائر؟ شكرا. ممكن تتفضل تذكر اسمك وتمثل أي جهة؟ سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية تتكلم باسم الجزائر، تدافع عن الجزائر الآن. هذا انت لا، ولكن انت تمثل، لا عندك حق. اخلاقيا اسال اي سؤال. اخلاقيا سكاي نيوز هي التي تؤدي لك تمام، هي التي تؤدي العمر. انا سوف اجاوبك، تفضل.